السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على فوائد البيم للاستدامة. طب ايه هو البيم؟ نقدر نعرفه بشكل مختصر جدا، وعمل نموذج لكل معلومات المبنى عشان تكون سهل لأي حد مشارك في المشروع يحصل عليها، والكلام دوت خلال دورة حياة المبنى من أول ما يبقى فكرة والتنفيذ والتشغيل. طيب الاستدامة هي تلبية احتياجات البشر في الوقت الراهن، الوقت الحالي، من غير المس بما تحتاجه الأجيال القادمة. يعني لو المبنى يحتاج 100 طن حديد، يعني ناخد 100 طن حديد، مش هنعمل هدر على أساس إن الهدر ده هيبقى من المواد اللي المفروض الأجيال القادمة تستخدمها. طيب هل في علاقة بين البيم والاستدامة؟ في علاقة، إن البيم بيحقق ويوثق مدى إمكانية تطبيق الاستدامة، وبيقدم عدد من الفوائد اللي تساعد على تحسين عملية تصميم المبنى والتشييد. وذلك من ان هو بيقدم نموذج غني بالمعلومات، وممكن نستخدم النموذج دوت في تنظيم المشروع، في البري فابريكيشن، في اداره المرافق. الفرضيه الاساسيه للبيم هو تنسيق جميع معلومات التصميم والبناء من مختلف التخصصات في نموذج مركزي واحد، في موديل واحد بس هو اللي فيه كل المعلومات. وعشان كده بيبقى سهل جدا ان انا الاقي الشبكات، وان انا استخدمه في اداره المرافق بعد كده، ويقدر يقلل مثلا استهلاك الكربون من خلال توفير معلومات محسنة بشكل كبير ومنسق. بيبدأ التصميم الاستدام بفلسفة إن تعريف المبنى المصمم بشكل جيد يتضمن تلقائي الخصائص التي تشكل الاستدامة، زي اختيار الموقع الأفضل بيئيا، الحفاظ على المياه، استخدام الأمثل للطاقة، الاهتمام بتقييم دورة حياة الموارد، الجودة البيئية الداخلية، وأيضا إن احنا نتأكد إن كل أعمال التصميم المنفذة ستفي بمعايير أداء محددة. طيب كل برامج الاستدامة أصبحت بتاخد من البيم من خلال إن أنا أصدر له ملفات مثلا زي الجي بي اكس ام ال أو الأي اف سي، فأصبح سهل جدا تخلص الموديل على البيم وبعد كده تصدره لكل برنامج فيهم، بدل ما كنت تبنيه جوه البرنامج دوت زي مثلا ديزاين بيلدر، لا أنت تاخده جاهز وتبدأ تعمل رن، يعني وفرت 90% من الوقت. المباني بتساهم بنسبة 40% من انبعاث الكربون العالية. فدلوقتي احنا عايزين نقلل الكربون، فلو قدرنا نسيطر على انبعاث الكربون في المباني احنا هنخفض على مستوى العالم كله، وهنقلل الاحتباس الحراري بنسبة 50% وهكذا. نموذج معلومات البناء هي آلية حيوية من خلالها نقدر نحقق الأهداف دي. وفي الحكومة البريطانية كانت عاملة تقرير في 2010 اسمه جفرمنت لو كاربون كونستراكشن ريبورت، بيقول ان البيم ليه القدرة الكبيرة على تحويل العادات اللي في الصناعه وجعلها افضل. فعشان كده الحكومه قالت ان البيم هيكون الزامي من 2016 في بريطانيا. في برامج كتير جدا بتستفيد من نموذج البيم زي انسايت 360، ده برنامج سهل جدا وقوي وبيقدر يقارن بين تكلفه ان انا استخدم حاجه صديقه للبيئه والحاجه العاديه، وابدا اشوف اني اللي هيكون اوفر من خلال مثلا ممكن يكون اغلى شويه بس على مدى 5 سنين 6 سنين هجيب قيمته ولا لا. في برنامج مثلا اسمه جرين بيلدينج ستوديو، برضه بيعمل تحليل حراريه ويقدر قيمه التكلفه الاجماليه وبيقلل التكلفه ورفع كفاءه المبنى من خلال ان هو بيعمل حسابات متعدده وهو موجود اونلاين. في مثلا برنامج زي الديزاين بيلدر من ضمن البرامج القويه جدا اللي بيعمل حاجات كتير جدا زي موضوع التحليل الحراري والسي اف دي. في برنامج فزاري بس توديسكو وقفته، وده كان ميزته ان هو بياخد من الريفت ويشتغل على الار بي تي على طول. في برنامج ايكوتكت وبرده توديسكو وقفته. في برنامج اي اف اس، ده برنامج بيشتغل على مساحات كبيره. طيب يعني لو جينا في برده من ضمن البرامج الخاصه بال الانفراستراكشر اللي هو انفرا ورك 62، ده بيعمل ايه؟ ده ممكن من ضمن الحاجات اللي خاصه بالاستدامه ان انت عايز تعمل مبنى مثلا في مدينه معينه زي المنصوره، مش عارف تشتري انحت ارض لسه مشتريتش، يبدا يعمل لك مقارنات ويقول لك افضل واحد فيهم لو استخدمته هيبقى المبنى ياخد ليد، لان هو مثلا قريب من المواصلات وقريب من المحلات وهكذا. طيب ايه المزايا اللي ممكن نحصل عليها من تحقيق البيم؟ اول حاجه تحليل الطاقه، فالبيم بيخلينا نقدر نعمل تحليلات للطاقه في جميع مراحل المشروع، وفي مختلف الخيارات لتوفير الطاقه، وممكن نعمل تحليل كامل للمبنى في وقت قليل، فيخلي المصمم بيقدر يفهم توقعات تكلفه الطاقه وحسابات الماليه والتصميم. هو طبعا بيبقى فيه معلومات طقس مثلا، مجرد ان انت حددت المكان خلاص هياخد احصائيات المناخ والطاقه
ويجيب لك وازاي نقلل انبعاثات الكربون والحاجات دي كلها. وهو اصلا في برامج كتير، يعني مثلا برنامج الريفت في بعض الحاجات الخاصه بالانرجي اناليسيز، برنامج الاركي كاد في برنامج خاصه بالايكو ممتاز جدا مدمج جوه الاركي كاد. طيب من ضمن الحاجات برضه تحسين اداره المرافق، اداره المرافق المبنى ممكن يفضل شغال 30 40 سنه، فلو انا قدرت ان انا اسيطر عليه وان انا اعمله صيانه ممتازه فده هيبقى كويس جدا للسيطره على المبنى، وهيوفر في استهلاك الكهرباء واستهلاك المياه. بخصوص استهلاك المياه من ضمن الحاجات برضه اللي هو بيديني، ممكن اقول مثلا انا استخدمت الاداه دي واستخدمت الاداه العاديه، اني فيهم الافضل واني فيهم اللي ممكن تحقق توفير للمياه وتوفير للفلوس، ويبدأ يقارن بينهم ويقول لك انا الافضل. اداره المواد طبعا هنقدر نقلل استهلاك المواد من خلال الصيانه، الصيانه بتاعت المواد بنقدر نعمل اداره للموارد، المواد اللي احنا هنبني بيها، ونتاكد ان مش هيبقى فيها هالك من خلال مثلا ما فيش تعرضات هنشوفها خلال الموقع، لا بنشوفها اثناء التصميم، فده بيوفر اثناء البناء برضو اثناء التنفيذ. ممكن نختار اكتر من ماده ونبدا نقارن بينهم ويقول لنا افضل واحد فيهم ايه. طيب الحد من النفايات وعدم الكفاءه، واحنا اثناء ما احنا شغالين بنحاول ان احنا ما يبقاش فيه هالك من خلال برضو موضوع البري فابريكيشن، احنا بنبعت للمصنع يقول له صنع الحتت دي تروح تتنفذ على طول. كان الاول بيحصل غلطات كتيره واضطر ان هو يقطع اثناء الموقع، فده كان بيخلي وقت اطول وبيخلي فيه عرضه للحوادث كتير جدا. بيدينا ان انا اعمل اكتر من تصميم واقارن بينهم ويجيب لي افضل تصميم، الكلام ده كله بيخش دقيق من خلال مثلا ان احنا توجيه المبنى وبناء الكتله واستخدام الطاقه والصوتيات وضوء النهار والحاجات دي كلها. وحتى في جوه الريفت موضوع ضوء النهار دوت موجود، فدي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها. طبعا في حاجات كتير جدا، تقريبا كل الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها في توفير الطاقه ممكن تلاقيها في موضوع البيم، لان هو بيعتمد على اداره معلومات المبنى.